بلاك نوت اليوم كمان رح يكون حول موضوع بهم الكل، بما انه عم نحكي عن جوناس، وجوناس بما انه هي العدد الاكبر بلبنان وبيهتموا على طول بغيرهم وبيهتموا بانه يعطوا للمجتمع اللي هن كمان عم ياخذوه. اليوم جوناس ماريال فانسونسيان او الجي ام في هن ضيوفنا، وهن راشيل عبود ورودولف حداد اللي عم بينظموا لكونسرت رح يروح ريعه لمساعده الاولاد اللي بحاجه لمساعده خلال نشاطات الصيف. صباح الخير. موجود كيف؟ اهلا وسهلا فيكم. هاي راشيل، بدي اقول اول شيء بدي رحب باحلى جمهور بالعالم موجود بالاستوديو اللي هن من مدرسه سانت لويز. 57 تلميذ من اي صف؟ أوبي 3. هاي هلا بشوفون على الكاميرا قديش منظرهم مهضوم. لكن راشيل ورودولف قررتوا انه مثل كل سنه بتصور انه تعملوا هالجمع تبرعات. خبريني راشيل، شو الهدف من ورا؟ نحن لنمول الاكتيفيتيز اللي بنعملها بالسلفيه او للميسيون اللي بنعملها يعني تشاريتي او هاي الشيء. ليك بدنا نبلش سوري بدي اقطعك لحتى نغير لك الميكروفون لنحكي مع رودولف يخبرنا بما نغير لك الميكرو تاعك. okay. رودولف خبرنا اللي كانت عم تقوله راشيل. اوكي دونك نحن كجناس ماريال فانسونسيان هدفنا نشتغل مع الاولاد او حتى مع ادوليسون على الديفلوبمون بيرسونيل تبعولهم. okay. او حتى ديفلوبمون سبيريتويال، يعني نحن بنكون عم نعمل يمكن جيل فعال بالمجتمع. مش انه بس انتم كمان صغار بعدكم شباب. لا. كيف تقدروا؟ لان نحن كمان مطرح ما طرحت لقينا هيدا الديفلوبمون، دونك نحن متنا قادرين نعطي ديفلوبمون للاولاد. اوكي ونحن يعني حتى نحن ريسبونسابل هلا، ونحن عندنا قناه هي ديفلوبمون لنا بس تنكون نحن عم نقدر نعطي الاولاد الصغار. كيف تهتموا بهالاولاد الصغار؟ يعني صغار يعني اي اعمار؟ نحن بنبلش ابارتير 10 ans jusqu'à تقريبا 15 ans. من بعدها هن بيصيروا بعدين ريسبونسابليت يكملوا عنا. كمان هن بيكملوا. شو بتعملوا لهم؟ اي نوع نشاطات او كيف تهتموا فيهم؟ اجمالا نحن نعمل دي جورني او دي كان، هن يعني جورني فورماتيف لهم، بتكون يا اما سبيريتويال اكتيفيتي سوسيال، نعمل دي ميسيون اكيد ميسيون شاريتي، يعني نطلع يمكن على ديام ننزل عند فقره وهيك. كل سنه بتعملوا هذا المشروع؟ ايه كل سنه، بس اكيد بتغير التيم اللي عم نستعمله، بتغير الفكره، بتغير العالم اللي عم تشتغل معنا. اوكي والاولاد كمان بيتغيروا اللي عم تشتغلوا انتم معهم، كيف تختارون للاولاد؟ نحن اجمالا بمدرسه العزاريه على اساسين، دونك بنعمل نبعث اكيد سيركولير ريكروتمون للاولاد واللي بحب ينضم لنا. الحمد لله على السلامه. مش الحال الميكرو. راشيل قررتوا هالسنه تعملوا كونسرت، يعني ليش نقيتوا تعمل ميوزيك هالسنه؟ شو نقيتوا السنه الماضيه؟ السنه الماضيه كنا عاملين كيرمس، كان التيم تبعوله تعشى وتمشى، كان هدفه انه نجمع كل الاولاد تبع المنطقه من كل الاشرفيه اجمالا، كانوا عم يشاركونا بهذا الايفنت، وكانوا عم يجوا في كرمس وفي سهره وكرويه وهيك. السنه حبينا يكون شيء خاصه بالميوزيك، اسمه الكونسرت ميوزيكاهوليك ارت فيستيفال، لانه بنعرف نحن قد في عالم هلا وخصوصا من الشبيبه صاروا ادكتد على الدراجز وعلى الكحول وهيك، فحبينا انه نحن نجذب لهم انتباههم لشيء ثاني وهو الميوزك، اللي هو قد ما يكونوا مدمنين عليه ما راح يضرهم ابدا، بالعكس بينفعهم. من هيك سميتوه ميوزيكاهوليك، يعني مدمنين على الموسيقى. صح. اوكي شو راح يكون في بهالكونسرت؟ امتى راح يكون؟ وين؟ ومين راح يعني يعمل بيرفورمانس او مين راح يغني؟ اوكي هلا بعد شوي بنشوف صور. ميرسي. شو مهضومة فيني بموسيك؟ شو اسمك؟ لين. ميرسي لين، شو حلوين وردات بجننوا. هاي احطهم حدي، خليهم حدي هون. اوكي سو هلا بعد شوي رح نشوف الصور رح يقطعوا الباندز اللي رح يكونوا عم بيشاركوا معنا. نحن عندنا اول شيء باند اسمها فيل، هي بتدق الترناتيف روك وميتال. هي كمان اوكي بس بلشوا تقولوا هو كلمات انا بطل بفهمهم، يعني قطعت العمر اللي بفهمش يعني الترناتيف روك. اوكي هدول بدنا درس من تو يو تو سي او من اغاني اسمعوني. اوكي سو هن من اقوى الباندز بلبنان، لهيك بتهتم فيهم ال واي سي لبنانيز يوث سنتر، واكيد بدعم من وزاره شاهين اللي بدنا نشكره كثير لاهتمامه فينا وعطينا كثير قصص للكونسرت. وكمان جايه نوع ميوزك شوي جديد على العالم اللي هو افرو بيت، رح يكون واكابا درام سيركل هن عم يجوا يدقوا معنا. وكمان في جروب من الاولاد اللي عندنا طلعوا تمرنوا عنده اخذوا سيشنز ورح يكونوا كمان اون ستيج عم يدقوا معه. وعندنا كمان مين ذا باند، هن فؤاد يمين وتوني يمين اكيد كلنا بنعرفهم، وبالاضافه لعده اشخاص كمان رح يكون لهم مشاركه صغيره معنا. اوكي قد ايه بتتوقعوا مين بتتوقعوا انه يجي يحضروا الكونسرت؟ نحن بنتوقع تقريبا بوبيلاسيون اكيد يعني جون مثلنا ابارتير 18 16 يمكن جوسكا 25، وحتى ممكن في عالم اكثر بتحب، يعني عده عالم عم بدقوا لي
كرمال يجوا يمكن بس انه اتليست يشجعونا مش اكثر. وفي كيف سلبي انه هي كونسرت شو بيعملوا بيشتروا تيكتس؟ ايه بيشتروا تيكتس. هلا في تيكتس على الباب وفي عالم اكيد اللي معها تليفوناتنا عم بدقوا لنا قبل وقت يحجزوا. قد ايه عم بيعوا التيكت؟ فاميل فاميل اللي هو سعر معقول. وقد ايه بتوقع انه طلعوا منه مصاري رشال؟ يعني ما بعرف حسب عدد الاشخاص اللي بيجوا، بس المهم كل المصاري رح يطلعوا رح يعود ريعون للاكتيفيتيز اللي بنعملها او لاشياء فور تشاريتي يعني اكيد. اوكي الاكتيفيتيز اللي عم تعملوها اللي بدكم تعملوها بفصل الصيف صرتوا عارفين شو هي ولا بعد؟ حاطين بلان لها؟ مضبوط نحن هلا حاطين اثنين براسنا عم نشتغل عليهم اكثر. يا اما بدنا نطلع على ضيعة يعني عم نلبش على ضيعة نقعد فيها كيف بالصيفيه نقضي معهم يمكن شهر نرمي من بيوت، او في فكره ثانيه نحن نتبنى عائله كل السنه يعني نتبنى عائله كمدرسه كديفلوبمون للاولاد كونيفو بسيشيك كونيفو فاميليال سوسيال شو ما كان. بس بعد لهلا ما انا واضحه مش يعني عارفه بدنا ندرسها اكثر ما فيك تفوت بالبروجي حسب قد ايه بيكون المبلغ يعني كل ما اوكي حسب المبلغ بتقرروا شو المشروع اللي بدكم تعملوه. ان شاء الله بتجمعوا منيح. انتم موجودين ب 12 منطقه بلبنان ك صح جي ام في نحن الجي ام في الى 12 فرع بلبنان بكل مدارس حتى بسانت لويز اللي هن معنا هون كمان في فرع لنا لازم تزقفوا لهم لكم اوكي اوكي وكل جروب بيهتم باولاد المنطقه اللي عنده. وهيدي وهي الجمعيه جمعيه انترناسيونال يعني مش موجوده بس بلبنان. مركزنا بمدريد بلشنا بمدريد يعني اول وبعدين انتقلنا بكل العالم. حتى في صوره قطعت جي ام جي اسبانيا كان في او قبلها في جمعه للفانسان سان جنس فانسان سان تلاقينا فيها هونيك مع كل العالم. اوكي يعني بتنسقوا بينكم وبينهم اكيد بيساعدوكم بشيء بيعطوكم تم تاع السنه بتقرروا على بروجرام معين مع بعض او بتمشوا على خطه معينه سوا؟ اجمالا التم تبع السنه بيطلع من العالم من الناسيونال من لبنان بس اجمالا اكيد بننسق معهم كثير وبضلوا في كونتاكت بينه وبينهم معهم اكيد. لكن بأربع الشهر رح يكون الكونسرت بأربع الشهر ببلش الكونسرت على الساعة 7 بنفتح البواب والتيكتس رح يكونوا on the main gate رح نبيعهم. اوكي ورح وين رح يكون الكونسرت؟ رح يكون بالمدرسة العزرية مدرسة على العزرية بسلسين. بتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله بتجمعوا مصاري تقدروا تهتموا بمجموعة عيال مش بس بعائلة واحدة. هنرجع نتابع بعد شوي بعد البريك خليكم معنا.